FM. الكل مليك. المهربين هذوما عندهم قاعدتهم، معناها عندهم ارتباطاتهم السياسية وارتباطاتهم الحزبية، وهناك أحزاب سياسية تستفيد من هؤلاء المهربين، تستفيد منهم مالا وعتادا وناس وأفراد، وتتعاطى معهم وحلت لهم الابواب وتعرف. بربي شكون حبوا جوست نفهم، وما تعطينا حتى اثناء ما تعطينا شكون اللي الاحزاب اللي هكا ما تحب تخريب تحب. نعم ايمن، هذا هو الواقع، هذا هو راه الواقع المالي، واقع. اوكي سي ايمن، خلينا بالحق نكون يعني بعد اللغه الخشبيه، مادام ما عندناش ما عندناش شو ما عندناش ادله، ما عندناش حاجات على هذا، ما نجموش نحكي لك نحكي مش ما نظلم حد اكزاكتومون، معناتها تو نبداو نجم ماكش العباد تشك في حزب المجد مثلا، نجم حتى نقول تو الموساد نجم اكزاكتومون، راه ثم احزاب معناها بنت مختلفه الطيارات في العالم، لازم اولاد المخدرات ولا المهربين، راه من الشيره يعني حركه ناس واضح. هذا معناه حزب عنده تعاملات كبيرة في قواعده الاجتماعية مع التهريب ومع المهربين، وجزء منهم مول حملاته الانتخابية ودفعله كراية مقراته. هذا الكلام نقوله طبعا على مسؤوليتي التامة والشخصية وتحمله فيها. الكلمة ليك.